ماما فاضل ساعتين. طب انا هعمل لنفسي فنجان قهوه، تحب تشرب قهوه معايا؟ اه يا ريت. الله، انت لابس كرافته كحلي في يوم فرحك، معقوله؟ ما خدتش بالي بقى. طب روح غيرها. حاضر. انا عامل شهر العسل اسبوع، ما انت عارفه كده مايا هتقتلني، شغل المستشفى كتير وكله على دماغي. مايا كانت عاوزه تسافر بره، تروح اي حته، لكن انا انت عارفه ما بحب الشغل اللي كندات. ماما ماما، مادام ما بترديش يبقى كلامي ده 100% مش عاجبك. بجد يا ماما انا حلوه؟ بس الحلاوه عاوزه صيانه. والنبي يا ماما بلاش كلام صعب في ليله زي دي. يا مايا حبيبتي، فاضل لك شهرين وتتم العشرين ولسه بتقول على الصح صعب. الجمال المحترم بيعيش طول العمر. انا ما اعرفش ابقى زيك يا ماما، انت ربنا مكملك بعقل شغلتك، انما انا كده طلعت كده حظي. في شوية حظ في كل حاجة يا مي، بس لوحدهم مش كفاية. تاني يا ماما كلام صعب. الله 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 الله، ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الطعام اللي انا شايفها دي؟ ده انتوا الاتنين بقى عروسين في ليلة واحدة. قول لها، قول لي الأول، عملت كل اللي قلت لك عليه؟ كله أليستا اللانش. ايه هو أليستا اللانش؟ لا ما تحسبيش في بالي، أظن كله تمام. الساعة بقت 8:30، كمان زمان جاي. طيب قول، استني الأول استني. لا ايه حياتك يا دكتور كمال؟ بتوتريني. طب وبعدين نقعد كده؟ طب عاوزاني اعمل ايه؟ انا كمان ورائي شغل، بس سيبيني اشوف شغل انا كمان. Thank you.
لازم انام. انا انام اذا انا موجود. لا انا انام اذا انا مش موجود. الناس كلها بتنام مش معنى انا. الفيلا مفتوحة يا ماما، وحبيته ايه؟ محدش موجود؟ غريبة أوي، محدش هنا. ماما كمال يا ماما. ماما في إيه؟ في كمال. كمال 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 كمال، اطلبي المستشفى يبعتوا عربية إسعاف حي. كمال مش مظبوط التحليل ده. دي محاولة انتحار أكيدة. أكيدة ليه يا دكتورة نوال؟ الراجل كان شارب ومش عوايده. ما عشان كان شارب ومش عوايده أقدم على الانتحار. معرفش ينام غير كده ومش قادر يبقى صاحي. الدكتور كمال مش ضعيف عشان ينتحر. على العموم حضرتك مش محتاج توصية. البركة فيك. عن إذنك يا دكتور. مع السلامة يا نوال. تعمل لي فيه عيان. انت بس ديتك ماتش تنس واحد وانا خليك تلف حوالين نفسك. انا حاسس اني مش قادر افرد طولي. ده انا عايز اتعلم المشي من جديد. ايه الدلع ده؟ الف سلامه ليك. قوم بقى قوم بقى بلاش دلع. ايه تفتكري هقدر امشي يا دكتوره؟ الا يقدر يمشي ليك. ان شاء الله تقدر تمشي بالاراده. كله بالاراده. لو تلف التراك 20 مره تعرف اذا كنت تقدر تمشي ولا لا. يا ماي بتفكري في الموضوع من وجهة نظرك بس. فرحانة بالجواز قدام الناس وقدام اصحابك. لكن كمال مش عاجبني. يا ماما انا اللي هتجوز. ماي انا حبيبتي ما عنديش الا بنت واحدة. فما اقدرش احطها في طريق انا مش عارفاه. لكن انا عارفاه يا ماما. مش كفاية. مش كفاية يا مي. كمال في حالة نفسية غير طبيعته. يعني بياكل كتير، بيلعب كتير، بيتفسح كتير. كله كتير في كتير. وانتي تعرفي طبيعته منين بس يا ماما؟ ازاي بقى يا مي؟ ده انا اعرفه من 5 سنين. من قبل ما يتخرج ويمسك مستشفى ابوه. كمال في لحظة ممكن يبقى خطر على نفسه وعلى اللي معاه. ساعتها اقول يا ريتني فكرت كويس. يا ستي قولي يا باسط، ربنا كبير. اهو لا يا عم تقدر تلعب انت مراتك بقى. يلا بقى يا حبيبي. انا جعان جدا. وانا كمان جدا. تحب تاكل ايه؟ انا اكل اي حاجه.
مش عارفة ايه اللي جرالك يا كمال، بقالك مدة لونك مخطوف وصحتك مش عاجباني. اوعى تكون بتحب من ورايا. انت بتقولي على كل حاجة، يا ريتك تكون بتحب واطمن عليك. انت ما فاتيش يا ماما، تحب تطلبك حاجة تانية؟ لا يا حبيبي انا شبعت، ده اللي جعان جدا. كنت جعان وشبعت. طب خد دي عشان خاطري. ما تضغطيش عليا. مش مش يا كمال، انا بخاف. هيحصل ايه يعني؟ انا بخاف. مش قادر يكمل عملية وموقف شغل المستشفى، فأرجوك يا دكتور بصفتك آدم دكتور هنا وصاحب والده ممكن تمسك إدارة المستشفى وبس لحد ما أزمته تمر. بس حاضر يا نوال، بس حابب أقول لك حاجة. أمه ماتت زي كل خلق لا ما هتموت. أنت عاملة مشكلة من مفيش. من مفيش إزاي يا دكتور؟ طب إذا كان توقيت موت أمه ليه تفرح بنتي؟ أنا خايفة يربط بين الاتنين. إزاي بقى؟ يا ستي جوزيهم. اتجوزهم؟ مش ممكن، مش ممكن دلوقتي يا دكتور، مش ممكن. يا مي بلاش يا حبيبتي التسرع والاندفاع ده. انت بتحبي كمال وده من حقك، وفرحانه بالجواز قدام اصحابك وقدام الناس، ودي المساله بالنسبه لك بس. يا ماما كمال بيحبني وعاوزني جنبه. كمال يا حبيبتي مش عارف هو عاوز ايه، فائد الاتجاه. ليه؟ لسه عيل، ده صاحب ومدير مستشفى كبير وجراح ناجح كمان. كان 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 يعني ايه؟ مش فاهم. يعني اصبري يا حبيبتي شويه، اصبري شويه. اهلا اهلا دكتور كمال، ازاي؟ اتفضل. اهلا 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 يا كمال، تعالى اتفضل. ما فيش وقت، ما عرفتش انام، قلت اجي اخد مراتي. مش احسن ما اكون قاعد لوحدي في البيت؟ مش كده ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتهزر ولا بتنكت؟ على العموم اذا كنت بتنكت فالنكته مش حلوه ابدا. ايه النكت اللي مش حلوه؟ كتير. انا مش فاهمه انت عاوز تقول ايه بالظبط، ممكن توضح كلامك؟ واحد عاوز مراته. ايه؟ وانا مش ضد ابدا انك تاخد مراته، بس انا ضد طريقتك. انا امها وبقول لا. وانا جوزها وبقول هاخدها. يا اما نروح لاسم. انا افضل تروح تستريح النهارده وبكره ان شاء الله نتكلم. انا مش همشي من غيرها، وهي قدامك هيساليها تيجي ولا لا. أنا مش هسأل حد، أنا عارفة أنا بقول إيه. وأنا آسف، أنا هاخد مراتي دلوقتي وده من حقي. أنا ما اعترضتش على حقك، حقك محفوظ يا دكتور. لو سمحتي أنا مش ناوي أأجل حياتي أكتر من كده. روحي غيري هدومك، روحي غيري هدومك بسرعة. ثم إن ما يموافق. كيمو
مشت؟ ايوه مشت يا ماما. وسبتها تمشي يا سميرة؟ وفيها ايه دي؟ فيها ايه؟ انا مش راضية عن اللي حصل، مش راضية. الناس تقول ايه؟ تقول ايه؟ هتقول ايه بس الناس يا ماما؟ في قواعد وفي اصول وفي شكل اجتماعي قدام الناس. اصول وقواعد ايه يا ماما اللي بتتكلمي عنها؟ وشكل اجتماعي ايه؟ دي واحدة ومشيت مع جوزها، هي ايه المشكلة؟ مش فاهم انا. المشكلة يا سميرة ان ما كانش في راجل جنبي يمنعها من النزول دلوقتي. يا ماما معلش انا اسف، اسمحي لي بقى معلش. يمكن هي دراستك المتخصصة هي اللي مخلياكي شايفة الموضوع من الزاوية دي، انما اساسا مفيش مشكلة. اتفضل. في مشكلة. ايه هي؟ اتفضل شوف دراستي بتقول ايه. بتقول ايه؟ اتفضل دي صورة. صورة واحد بيلعب. بص كويس. بيلعب اي؟ ده بيلعب ولا بيضرب؟ طب يا ماما يمكن بس كان تعبان من اللعب ولا حاجة. والصورة دي؟ ايه مالها؟ طب ودي مالها برضو؟ يا ماما اصبح على خير. انت بتعملي ايه؟ تعالي انا هفرجك على فيلم فيديو ما شفتيش حاجة زيه. أنا كنت فايت صدفة، بصيت لقيت الستارة اتفتحت والأستاذ كروان حيران مش موجود، حبيت أنقذ الموقف، دخلت وغنيت بداله. فيها إيه دي؟ أنا إيه ده؟ لا ده لازم الأستاذ كروان بيعمل بروفة. يا جدع أنت سكت ما تتكلمش. حمور هتموت. الله خففت الرواية. مش ممكن تكون بروفة دي غير أنت روحنا في داهية. تأكد ليه؟ خايف شغلك وتنهي ليه هنا هندل؟ حاضر. حطه في الصندوق. ايوه يا فندم اقصد حرامي واساسه حطيته في الصندوق. حرامي؟ ايوه فندم. يا كروان رايحة فين؟ مش ممكن تنامي غير لما الفيلم يخلص، ده حلو قوي. حلو فعلا يا كمال، بس احنا لسه شايفينه. ما فاضلش غير ساعة قبل ما يخلص. ساعة؟ لا يا كمال، أنا ميتة من التعب. قوم نام يا كمان، تصبح على خير يا حبيبي. قوم يا كمان، اوضتي بقت اوضتك. انت لو عايز تبسطني صحيح تقوم تنام فيها. يلا يا كمان. تنام جوه؟ لا اتفرج على الفيلم تاني. تاني يا كمال تاني. الو. اهلا يا مي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا ماما. وحشتي. وانتي كمان يا ماما. ازيك يا مي؟ الحمد لله يا ماما. يعني انت كويسه؟ كويسه يا ماما. كويس يا ماما. طب انت مش عاوزه حاجه؟ لا يا ماما ميرسي. طب يا حبيبتي ابقى خليني اسمع صوتك كل يوم. حاضر يا ماما. مع السلامه يا مي. مع السلامه يا ماما. السجاير الكتير دي يا دكتور كمال، مش الدكاترة برضو بيقولوا انها مضرة؟
انا ما بشربش سجاير كتير، دول يا دوب كام سجارة. ايه رايكم تتفرجوا على فيلم؟ لا انا يا دوبك معادي العياده جه، قلت اجي اطمن عليكم واقول لكم مبروك والحمد لله. اديني يا حبيبي اطمنت. ان شاء الله اقعد معاكم وقت تاني. لا خليك انت يا كمان. فرحت قوي انك جيتيني يا ماما، كاني بقالي زمان ما شفتكيش. وانا كمان يا حبيبتي. قولي لي قبل، انتوا كويسين؟ الحمد لله كويسين زي الفل. مش باين يا مي. على العموم ابقي كلميني وطمني لي كل يوم. ها؟ هكلمك كل يوم، بس كنت وحشيني قوي. وانت كمان يا حبيبتي. تاني يا كمال، هو اللي متجوزها التلفزيون دي؟ مش عيشه بقى. يا رب اعمل ايه بقى؟ يا ماما هو انت دايما قلقانه؟ ما انت كل يوم بتتصلي بيها وكل يوم بتقولك الحمد لله. مش عارفه والله يا سمير، انا قلقانه عليها قوي. من يوم ما زرتها وشفتها حسيت ان هي عاوزه تقول لي حاجه ومش قادره. معرفش ومعرفتش اخد منها حاجه خالص. يا ماما هو انت فاكره الناس كلها بتفكر زيك وتحسب زيك؟ قولي يا باسل. هقول كده بس انها وحشاك شويه. عاوز حاجه تاني؟ في بسله؟ خوفي عليك وعلى مي هو اللي جابني لحد هنا. اللي حصل ده مش طبيعي، مش طبيعي كمال. بس انا في خلل، في خلل. اصل لو كانت مي، احنا نعتبر ان مي سين من الناس، بلاش الخصوصيه في الموضوع. انت لازم تتكلم معايا وبصراحه. ما انا بتكلم مع حضرتك. لازم علاج يا كمال. علاج؟ جلسات علاج عشان ابقى صريحة معاك. علاج من ايه؟ كمال، الانسان اللي يبقى عاقل ومتزن في البيت وفي المكتب وفي الشارع ومع اصحابه لمدة 30 سنة وفجأة يتصرف زي ما انت اتصرفت، اكيد يبقى طرق عليه حاجة هو مش عارفها، حاجة خلته يتصرف تصرفات مش طبيعية، وخصوصا انه. بس انا كويس يا دكتورة نوال. انا عارفة ومتأكدة انك كنت كويس، ده انا معاك في المستشفى بقالي 5 سنين. طيب يبقى مفيش حاجة، انا كويس. كمال انت كويس، فلان كويس، الى ان يصطدم بتجربة او هزة عنيفة. رد الفعل في الحالة دي هو اللي بيحكم. بس اللي حصل كمال، كل ردود افعالك مش متفقة مع طباعك اللي انا عارفاها. كمان لازم تساعدني عشان نواجه اللي أخطر من كده. إزاي يعني؟ إنك تجيني العيادة ومن بكرة. مساء الخير يا مي. بقول مساء الخير يا مي. ماما أنا عاوزة أتطلق. والله انا ما جوزتكيش عشان اطلقك. طب حضرتك قولي لي اعمل ايه؟
الزوجة العاقلة ما تسيبش جوزها لما يكون في محنة أو عيان، تستنى لما يخف وبعدين تطلب الطلاق. يا ماما أنا لا زوجة ولا عاقلة، ما أقدرش أعيش مع واحد مجنون، ده بيعط بياكل اللي جنبه. معلش حبيبتي، كل شيء هيتصلح إن شاء الله. هدي نفسك، كل شيء هيتصلح. العاية مش هو ان الواحد ينام في السرير. اسمع كلامها، انت عارف كويس قد ايه هي بتحبك وتخاف عليك، مش جوز بنتها. انا معرفش العلاج اللي من النوع ده، بس اكيد هي عارفاه. اسمع كلامها يا كمال. اتفضل. اهلا اهلا يا كمال، اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل، قولي بقى تشرب ايه؟ لا ولا حاجة شكرا. ولا حاجة؟ طب خلاص، اهلا وسهلا يا كمال. اما الشوارع كانت زحمة النهاردة بشكل ما عندكش فكرة، جيت السكة في ساعة، تصور؟ اصل كان في انتخابات النهاردة ووصلت متأخر. قولي يا كمال، انت انتخبت؟ لا أنا ما بتفرجش على التلفزيون. ولا بتقرا جرايد؟ لا. أصل كل الانتخابات في العالم في كل حتة بيكتر الكلام عن الحرية وعن الديمقراطية وعن الحاجات دي طبعا. أنا شخصيا ليا تحفظات على الديمقراطية، ومعظم المثقفين لهم تحفظات عليها. انت كمال ايه موقفك؟ انا ماليش دعوه بالحاجات دي. بذمتك يا كمال، الديمقراطيه والحريه محتاجين لكل الكتب اللي اتكتبت عنها في العالم عشان تشرحها؟ بيتهيألي البني ادم مننا ده غاوي تعب مش غاوي راحه، وان هدف الانسان الحقيقي لسه ما تحققش من يوم ما اتولد. عشان كده البني ادم مننا عايش بامل ان في يوم من الايام ممكن هدفه يتحقق، وعشان كده الحياه كمان مستمره بما فيها من تعب وسخافات، وان في امل في شيء حاجه محدش عارف يوصفها. تعرف ايه هي الحاجه دي يا كمال؟ لا اصلي ما بفكرش في الحاجات دي. السعادة. السعادة ان الانسان يبقى سعيد. اه يبقى سعيد. تقدر توصفها يا كمال؟ بس انا مش سعيد. زمان كنت سعيد، دلوقتي لا، زهقان ومش فاهم. مش فاهم. يا ريتك يا كمال تكلمني في أي موضوع يعجبك، أي حاجة ممكن تخطر على بالك، كأنك سرحان وبتكلم نفسك. كان يوم عيد لما بابا يسافر أو حتى يخرج يروح الشغل، على الأقل ما كانش فيه شخط، ما كانش فيه بس يا ولد. الأوضة الوحيدة في البيت اللي كنت أحب ألعب فيها. اشمعنى الأوضة دي بالذات يا كمال؟ ما كنتش بدخلها، كان دايما بيشخط. هو مين اللي كان بيشخط؟ هو. مش هترجع؟ طبعا هرجع يا حبيبي، بس أشوف بابا عايز إيه. إيه البيجامة يا كريمة؟ حاضر حاضر، دي يا واحد. ما تشوفيني البيجامة. هتمشي يا ماما؟ لا يا كمال مش حاجة. عمرها ما كانت بتركع،
دايما استناها ما تجيش، وساعتها كنت عاوز اروح التواليت او اكل او اشرب، لكن الدنيا كانت برد برد قوي، والعفاريت تملى الاوضه، كلهم يهجموا عليا مرة واحدة. وبعدين يوم بياكلوني على السفرة، كل واحد بياخد حتة، واحد فيهم كان شبهه، شبهه بالظبط. ده كان تهيؤاتي كمان. امشي يا بحطة، امشي يا شلل. حبيبي يا كمال. ايه حبيبي، ايه اللي صحاب دلوقتي؟ انا عاوز اروح المدرسه. مدرسه دلوقتي بالساعه 11 بالليل. نامي يا حبيبي، نامي، تصبح على خير، بكره الصبح تروح المدرسه. كنت الطفل الوحيد اللي بيحب المدرسة ومش عايزها تخلص. ممكن توصف يا كمال؟ كان تخين، تخين في كل حاجة، في صوته، في أكله، في مشيته. وإيه تاني؟ عمره ما ضحك مع ماما ولا معايا، ساعات كان بيضحك في التليفون مع حد، أي حد. ماما كانت بتقول انه طيب. معقوله كان طيب؟ بابا راجل عظيم، ما تزعلش بقى، ده طيب قوي وبيحبك. بكره لما تكبر وتتجوز وتخلف هتعرف قد ايه هو كان بيحبك. ماما كانت بتحبه قوي، كانت بتقولي لما تكبر هتعرفه هتحبه. زعلت قوي عليه لما مات، بدلت، كبرت مرة واحدة في السن وما عادتش بتضحك، خدتها ولفينا الدنيا، لكن عمرها ما كانت مبسوطة، كانت معظم الوقت لابسة أسود. نفسي أشوفها مرة واحدة، مرة واحدة بس. دكتور كمال، احنا بالشكل دوت هنفقد سمعتنا كمستشفى، وبالتحديد قسم جراحة التجميل. سيادتك مش معانا بالمرة. الوقت مش مناسب نتكلم في الموضوع ده يا دكتور أمات، وبعدين المستشفى مسؤوليته. هنزنقه. هو مال يا ابني؟ اكتر حاجه في الدنيا تريح هي الكلام، كلام حد يكون قلبه عليك وبيحبك. ايوه، نزلت بقالها قد ايه يا سمير؟ اتفضل حضرتك. اهلا اهلا. اهلا يا دكتور كمال. كويس اني شفتك، كنت فين؟ مشغول. كنت مسافر ولا ايه؟ لا.
عند ماما؟ لا. الدكتورة هتشوفك حالا. ايه يا ماما؟ ايه الحكاية؟ ده ما بيكلمنيش خالص. معلش يا مي، معلش. كويس يا حبيبتي اني جيتي وشفتيه. هو دلوقتي بيستقبل العلاج بس شوية شوية، هياخد وقت. يعني انا متجوزة ولا لا؟ اقدر اروح النادي يا ماما؟ طب يا مي، روحي يا حبيبتي وانا هحصلك. اتفضل حضرتك. اهلا اهلا يا كمان، اتفضل. ما انبسطت قوي انها شافتك، بس عاتب عليك شويه انك ما بتسالش وما بتزورهاش. على فكره اما جابت لك شريط يجنن على ذوقها. عمرك ما كذبت على ماما يا كمان. اكذب عليها ازاي وليه؟ يعني لو في حاجة كده، علاقة خاصة في حياتك، قصدي واحدة بنت، واحدة ست، حاجة كده يعني. اي حد او اي حاجة في الدنيا لازم احكيها لها. كنت ببقى سعيد، سعيد جدا. تصدقك على طول؟ عمرها ما كسبتني في حاجة. امبارح حلمت بيها زي ما كانت بالظبط، هادية وبسيطة. حكيت لها حاجات كتير وسألتها حاجات كتير، لكن ما ردتش. زعقت قوي عشان تسمعني. بصت لي من سكات ومشيت. ليه ما بتردش عليا؟ اكيد حضرتك تعرفي. واضح انك نسيت انه حلم، والحلم مش دايما صريح ومحدد زي ما انت فاكر. يا ريتها ترجع تاني، او حتى انا اروح لها. لو هي ما تقدرش ترجع انا ممكن اروح. وبعدين يا ماما، هو كل كلامه منصب على نقطة واحدة، إن الحياة ملهاش معنى بالوقت. ودلوقت يعني بعد موت أمه، هو قسم حياته جزئين. 30 سنة اللي فاتوا من عمره جزء، وبعد وفاة أمه جزء تاني. يعني ممكن يبقى مجنون يا ماما، أو يعمل في نفسه حاجة. الاحتمال التاني وارد أكتر، لأنه فاكر إن الموت هو اللي هيوصله الأم. عمره ما بان عليه حاجة من دي، ده كان كويس، كويس خالص. مسكين. أنا ما أعتقدش إنه كان عنده ديث ويش من الأول. فكرة الرغبة في الموت والانتحار جات له بعد وفاة والدته. ولكن هو مستريح لفكرة إنه هو يموت ويقابل والدته هناك في الجنة. أنت عارفة إن تركيبة كمال فيها إيمان شديد وقوي أوي. ما خبيش عليك يا دكتور، الحالة بتتأخر. وأنا محتارة فعلا. اخد تسجيلات وملاحظات واجي اركب ده على ده، مفيش فايده. مش عارفه اعمل ايه. هو بيشرب؟ لا لا يا دكتور ما بيشربش، انما شرب ليله الانتحار. حشيش؟ اي مخدرات تانيه؟ لا لا، انما ممكن يتجه للاتجاه ده. المفروض انك تنزعي من دماغه فكره ان الموت هيوصله لوالدته. انا اسفه قوي يا دكتور شغلتك معايا، بس اعمل ايه من حالتي؟ اطلاقا. انت تأمريني اي وقت. ميرسي قوي يا دكتور. الحمد لله. مع السلامه. السلامه. كوايي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 ي
only one way to deal with this kind of riffraff. Speedy's a go-go club. Is this Speedy Gonzales? Speak, speaking. أنا آسفة، الدكتورة مش جاية النهاردة، لغت كل مواعيدها. كلها؟ أيوة. أهلا يا كمال. ممكن أهلا يا دكتور كمال. وأنت كمان. أنا رحت السينما امبارح والنهاردة. فيلم يجنن، كنت هموت على روحي من الضحك. عال، يبقى قضيت يوم كويس. كنت عايز احكي لك على الفيلم. يا ريت. ده انا داخله على بوادر انفلونزا، يعني محتاجه يوم او يومين في البيت. انا جاي اشوفك حالا. ايه يا حبيبتي؟ قاعدة لوحدك ليه؟ يعني هعمل ايه يا ماما؟ زهقت. ما تزهقيش، كمال زمانه جاي. جاي؟ جاي ليه؟ جاي عشان يشوفك. ويمكن عشان يشوفك. كمال. اهلا يا كمال. انا قلقت جدا على ماما، قلت اجي اشوفها. اهلا يا كمال. اهلا يا خبر، انت لحقت تيجي؟ ده زي ما اكون واقف جنب البيت. اتفضل، تحبي تقعد في الصالون ولا في المكتب؟ زي ما يعجب حضرتك. المهم ازاي صحتك؟ انا خفت عليكي قوي. انت عارف الانفلونزا دي حاجه عاديه في كل بيت، فما تقلقش. مي، اقعدي مع كمال، هعمل له ليمون وحاجي حالي. لا حضرتك المفروض تقعدي في السرير، انا اعمل ليمون. كمال، انا عاوزه اتطلق. ده بعد اذنك يعني، اذا ما كانش ده يزعجك. نتطلق. ايوه نتطلق. عندك حل تاني؟ طب مش ناخد راي ماما الاول؟ ايه يا ولاد، مالكوا واقفين كده ليه؟ ما هي بتقول نتطلق وانا بقول ناخد راي ماما الاول. ده جاي يوم اسود ومنيل. هي مي زعلانة ليه؟ من حقها يا كمال تزعل، مش مراتك ولا ايه؟ والعيادة ميعادها زي ما هو ولا ابقى اتصل بيكي؟ لا زي ما هو تمام، بعده بكرة. ها؟ بعده بكرة. طب استأذن انا. مع السلامة. مع السلامة يا كمال. سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك يا كمال، الله يسلمك. أنا ما بحبش الجواز. أمال اتجوزت مي ليه؟ دي كانت رغبة ماما. يعني ما كنتش عاوز تجوز مي بالذات؟ مي أو غير مي، أنا عمري ما فكرت في الجواز. كمان الشبان في سن معين بيكونوا عاطفيين، عاطفيين تجاه العالم الخارجي، تجاه ناس بعيدة عنهم. يعني مثلا زي ممثلات السينما المشهورين اللي يحبوا يراسلوهم، يتصوروا معاهم، زي الرقصات اللي ممكن يحلموا بيهم. يحلموا بيهم يعني احلام كده يعني. اه طبعا في ناس كتير كده. عمرك ما حبيت يا كمال؟ لا. ممثلة تكون بتعجبك؟ يعني بتعجبك؟ تعجبني أمينة رزق، فردوس محمد،
معنى كده انك مالكش اي تجربة مع الجنس الاخر؟ لا طبعا حرام. لكن انت اتجوزت وكان حلال؟ انا مش عاوز الحلال ده. فيها ايه؟ واحد ما بيحبش الحاجة الحلال مستغني عنها. كمال ده نداء غريزي يا كمال. الحيوانات بيعوزوا بعضيها، النباتات، السمك، دي الطبيعة. الطبيعة انا متنازل للطبيعة عن حقي ده. تديني الطبيعة حقي وترجع لي امي. طبيعي ان الكائن الحي يموت، في ميلاد يبقى في موت، ودي سنة الحياة. يبقى انا مش عايز الحياة دي من الاصل، ما طلبتهاش، ما تحيلتش على حد عشان اتولد. كمال احنا بندردش مش بنتخانق. اتفضل اتفضل اقعد استريح. قولي يا كمال، انت بتصلي؟ قصدي بتصلي في البيت ولا في الجامع؟ لا في البيت ولا في الجامع، بس بصوم. ايه الا الصوم؟ ماما كانت بتقولي على طول على الصلاة. طب وليه ما بتصليش؟ معرفش. حضرتك بتصلي؟ الحمد لله، الوقت بوقته. ماما كانت بتقول اللي يصلي يخش الجنة. وضع طبيعي. الصلاة منتهى الطاعة، والوقوف أمام الله منتهى الخشوع. حاولت 100 مرة أصلي، ساعات يوم ساعات نص يوم. الهداية ملهاش معاد يا كمال، حاول تاني. أحاول تاني ليه؟ دي راحة نفسية عمر الواحد ما يعرفها إلا لما يعيشها. عربيتي اهي، بس يا رب تدور على طول. وين ما دارتش حوصلك ان شاء الله. حتدور ما دارتش. استنى شوية، دعيت علي. اي صح، انا كنت بدعي انها ما تدورش. ليه بس؟ وقتك متزن قوي يا كمال. خلاص خليني سواق عندك. يا ريت. على العموم السواقه جزء من تركيبه الانسان، اللي سواقته متزنه يبقى كل تصرفاته العامه في حياته منتظمه. ايه رايك في التحليل النفسي يا دكتوره نوال؟ طب وايه رايك في جراحه التجميل يا دكتور كمال؟ سؤال حساس جدا في الطب. والتحليل النفسي جراحه حساسه جدا، جراحه نفسيه. أنا ما فهمتش يعني إيه باراسايكولوجي. لا ده أنت بقيت مذاكر ومذاكر كويس قوي. شوية وأنا بتسلى بالليل مش فاهم باراسايكولوجي، حسيت إنه شيء مدهش. الباراسايكولوجي فرع من فروع علم النفس، معناه التخاطر، يعني قريب قوي من التليباثي. إنما معظم الدراسات ما وصلوش لنتائج نهائية. لكن هيوصلوا؟ أكيد طبعا، بس على بال ما يوصلوا هنكون احنا هو في السماء في خبر كان. اسف اسف جدا. حصل حاجه؟ لا ابدا مفيش حاجه. كتبوا عن ناس في فرنسا والمانيا وامريكا وروسيا، ناس ماتوا فتره من الزمن، حوالي 12 ساعه، ساعات ساعه واحده، ساعات تلت ساعه. الغريبه انهم لما ماتوا شافوا الناس القريبين اللي بيحبوهم. واحد منهم شاف ابنه، كان اسمه باسكال، عمره 14 شهر. الاب كان ممثل فرنساوي مشهور، ونفس الحكايه حصلت لشارل ازنابور وباليرينا مش فاكر اسمها كويس. دي شافت جدتها، والغريب انها شافت نفسها بتتجوز واحد اسمه ميشيل في جزيره من جزر المحيط الهادي. وبعدين لما نهجت من موت بجد اتعرفت على واحد اسمه ميشيل بعد ما اتطلقت من جوزها بفترة. والغريبة انها فعلا اتجوزته في وسط جزيرة من جزر المحيط الهادي. الحقيقة كل اللي قلته قالوا انه حصل، بس بيني وبينك
انا شخصيا مش مصدقه كل اللي اتقال ده، لانه صعب ان يبقى شيء علمي مؤكد. صعب ليه؟ يعني اصعب من مشي على القمر. ده المشي على القمر ده حاجه تانيه خالص. لا، ده مبني على حسابات علميه دقيقه لمجهود عباقره وعلماء العالم، لكن موضوع التخاطر لسه تحت التجارب وما وصلوش فيه لنتائج نهائيه محدده. عندك بقى يا سيدي يومين ثلاثه تعمل اللي انت عاوزه، تتفسح، تعمل عملياتك، تقابل اصحابك، المهم حاول يعني تنبسط. اشمعنى؟ اصل عقبال عندك راحه الاسماعيليه يومين ثلاثه. طب وميعاد العياده؟ العياده ممكن تتاجل، لكن المشوار ما يتاجلش. اعمل اللي بقولك عليه لحد ما ارجع من السفر. اهلا يا ولاد، مع السلامه يا كمال. كمال، يا سمير. ايوه. ما تنساش وحياتك تودي العربيه بكره للميكانيكي. هو حضرتك اجازه بكره يا ماما؟ يعني احنا رايحين الاسماعيليه بكره وبعده رحله عواجيزي. ايه رايك يا مي؟ افكر. دي درجة كويسة جدا من درجات تصحيح المسار بالنسبة للحالة يا دكتورة نوال. لكن في نقطة أرجو إنها ما تكونش فاتت عليك. في المرحلة دي ولا المرحلة اللي جاية؟ من دلوقتي. جمال لازم يبدأ يتصرف من نفسه ومن غير ما يلجأ لك في أي حاجة. على العموم أنتِ وصلتي معايا لمرحلة كويسة جدا. الموضوع ده شاغلني قوي يا دكتور. بقت حكاية معركة مع نفسي وقدام مي. لكن إن شاء الله ربنا هيوفقني. إن شاء الله. أهلا يا مي. أهلا يا مي. إيه يا حبيبتي رايحة فين؟ أبدا يا ماما، هتمشى شوية. مع السلامة. بلاش من فضلك، الدكتور كمان سيبني نازل هنا؟ كمال، ممكن اتكلم معاك شوية؟ هنتكلم في ايه؟ في الخيبة اللي احنا فيها، ولا انت شايف ايه؟ هنتكلم بعدين. كان يوم ظريف قوي. اهو الواحد محتاج من وقت للتاني يجي كده يريح يومين، ولا ايه يا مي؟ الله، مي ما بترديش عليا ليه لما بكلمك؟ في ايه؟ ما فيش يا ماما، هو الواحد ما يعرفش يقعد لوحده شويه؟ ممكن اقعد لوحدي؟ Thank you.
في اوضتك يا سمير. وكدكتورة انت فهمتني يا سمير؟ ايوه ماما طبعا فهمتك. انا اسف جدا، معلش اعذريني، ما كنتش اعرف الحكايه بالشكل ده. ويا ريت مايا كمان تفهمني، يا ريت. مش اتاخرت شويه؟ لا ما تقلقيش، زمانها جايه. مي صباح الخير. تعالي معايا مي، عاوز اكلمك. تعالي. تعالى نقعد، تعالى. اتفضل. اه. كمان احنا بقينا في أسوأ وضع. وضع سيء قوي. احنا بنرجع لورا. للصفر. وتحت الصفر كمان. أنا أسعد إنسان في الدنيا إنك جيتي. أنا مش عاوز غير حاجة واحدة من الدنيا. إيه هي بالظبط يا كمال؟ أفضل معاكي طول عمري. ما تسيبينيش. وجود الناس يا كمال مع بعضيها له مواصفات. له حدود. له صفة. له معنى قابل للتفسير. له شكل اجتماعي. ابقى معاك ازاي؟ ابقى معاك ازاي؟ ومي، مي تبقى مع مين؟ مي، مي. انا تعبان، تعبان. كلنا تعبانين يا كمال، كلنا تعبانين. انت تعبان ومي تعبانة وانا تعبانة، تعبانة ومتهمة. فاهم يعني ايه متهمة؟ متهمة. متهمة بيه؟ مفيش حد في الدنيا يقدر يتهمك. متهمة انك بتحبني. وهو غلط اني احبك يا ماما. اشركت بالله؟ اشركت بالواقع يا كمال. انا مش امك كمال. انت لازم تعيش كانسان حي. امك في عالم وانت في عالم. محدش بيموت ورا التاني، ومحدش حياته مربوطه بحياه حد. واللي بيتولد لازم يموت، واللي ماتوا اكتر من اللي عايشين. ودي سنه الحياه، ولا اعتراض على مشيئه الله. كمال انت مؤمن، وربنا خلق فينا نعمة الإيمان ونعمة النسيان. كمال خلي إيمانك بالله أكبر. أمك ماتت يا كمال. أمك ماتت. ماتت. توصل لنتيجة معاه. أنا ما غلطتش. طب كنت أعمل إيه أكتر من اللي عملته؟ يا رب يهدي له نفسه. يهدي له نفسه. Thank you.
كنت فين؟ شغلتني عليك، شغلتني عليك قوي قوي. ما لقيتش حته تانيه روح، انا محتاجك قوي. تقدري تديني ماي؟ ممكن 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 يا كمال. ماي ماي يا حبيبي. كمال رجع.